ومن اسطنبول ينضم إلينا مراسل الغد علام صبيحات. إذا علام، هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان تم منذ شهر، ولكن هذه الاحتجاجات تمت بالأمس. لماذا تم هذه التظاهرات بهذا الشكل ليلة أمس بالتحديد؟ هذه التظاهرات هي جاءت يوم أمس تحديدا بناء على دعوات لمجموعات شبابية ومجموعات طلابية من أجل التظاهر في حرم الجامعة وفي محيط حرم الجامعة، وتحديدا عند المدخل الرئيسي للحرم الجنوبي لجامعة بوازيتشي، من أجل الاحتجاج على تعيين رئيس جديد للجامعة وهو مليح بولو الذي تم تعيينه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طبعا هذا القرار يأتي بعد قرار سابق من مكتب والي إسطنبول بمنع التظاهر والتجمعات في محيط هذه الجامعة منذ الخامس من الشهر الماضي، وبناء عليه جاء هذا الإعلان من هذه الجماعات أو المجموعات الشبابية والطلابية من أجل التجمع رفضا لهذا القرار ورفضا لقرار مكتب الوالي الذي منع فيه التجمعات. بعد ذلك تم التجمع في ساعات المساء وبدأت الاحتكاكات بين الشرطة التركية وبين المتجمعين أو الطلاب الذين تجمعوا على مدخل الحرم الجنوبي للجامعة وداخل حرم الجامعة خلال ساعات الليل. خلال ساعات الليل تم اقتحام الحرم من قبل قوات الشرطة وتم اعتقال 159 شخصا من الطلاب المحتجين أو المعتصمين رفضا على تعيين مليح بولو الذي أثار تعيينه الكثير من الجدل في الداخل التركي. الأمر لم يقتصر فقط على احتجاجات الطلاب، ولكن أيضا كانت هناك احتجاجات ورفض لهذا التعيين من الهيئة التدريسية والأكاديمية في الجامعة أولا، وثانيا من ارتفاع على هذا الأمر مع الجهات السياسية في تركيا. كل أحزاب المعارضة التركية رفضت هذا التعيين لهذا الرئيس لرئيس الجامعة، واعتبرت بأن اعتقال الطلاب هو يعني تقييد لحريتهم في التعبير ورفضوه بشكل قاطع وطالبوا بالإفراج عن الطلاب. اليوم صباحا تم الإعلان رسميا عن الإفراج عن 98 من الطلاب الذين تم اعتقالهم الليلة الماضية، ولكن التوتر كبير وهو توتر مستمر على الأقل منذ شهر من الآن. نعم علام، فيما يتعلق بالاعتقالات في صفوف أنصار فتح الله جولان، ما هي آخر التفاصيل؟ الاعتقالات اليوم يعني آخر حملة أو واحدة حملة كانت تشمل 250 شخص تقريبا من العسكريين بحملتين اثنتين صدرت عن الادعاء العام في مدينة اسطنبول، وتشمل 42 ولاية تركية بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولان. طبعا هذه التهمة هي التي على أساسها تتم حملات الاعتقالات بشكل متكرر وبشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة في تركيا، تحديدا منذ المحاولة الانقلابية في صيف العام 2016 وحتى الآن هي اعتقالات يومية. ولكن المميز في هذه الحملة اليوم أنها تشمل عسكريين، كل من تم إصدار أوامر الاعتقال بحقهم اليوم هم عسكريين، والحملة واسعة جدا تشمل 42 ولاية تركية وهي ضمن الحملات المتواصلة بشكل يومي. ولكن على الطرف الآخر هناك من يرى بأن هذه من المعارضة السياسية، أتحدث عن المعارضة السياسية، من يرى بأن هذه الاعتقالات خرجت من إطار محاربة من شاركوا في المحاولة الانقلابية لتصل بحسب رأيه المعارضة طبعا إلى الخصوم السياسيين في البلاد للحزب الحاكم والرئيس أردوغان، وبالتالي هي تعتبر أنها تصفية سياسية. وهنا يكمن يعني الجدل الرئيسي هذه الاعتقالات التي تصر الجهات الرسمية التركية على أنها ستتواصل في الأيام القادمة للقضاء على نفوذ هذه الجماعة في كل مؤسساتها. نعم علام صبيحات مراسل الغد من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.